ماذا يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة القرآن باللسان، لحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي. ويحرم عليه أيضا المكث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. والمسجد هو المكان الموقوف للصلاة وتصلى فيه صلاة الجماعة.